نروح برضو علشان نتابع ملف التحكيم مع خبيرنا التحكيمي الحكم الدولي السابق كابتن ناصر عباس. مساء الفل يا كابتن ناصر. مساء الخير عليك كابتن اسامه، وتحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وحضرتك طبعا بتقول كلام محترم جدا جدا، انت قلت حاجه جميله جدا، رضوان جيد. لما نوصل لمرحله يا كابتن اسامه نقول ان رضوان جيد من المغرب ويدير المباراه من المغرب، يبقى الكلام ده يا جماعه دي رساله لكل من هو في الاتحاد الافريقي، ان يا جماعه التحكيم الافريقي ما زال متاخر. مش عاوز اقول كلام كتير، عاوز اقول النادي الاهلي من الانديه اللي اكثر تعرضا للاخطاء التحكيميه على مدار السنوات اللي فاتت يا كابتن اسامه. النادي الاهلي تعرض لظلم كبير جدا جدا، ظلم تحكيمي كبير جدا بسبب الحكام في افريقيا. اخطاء كانت واضحه جدا جدا، وللاسف الشديد احنا النهارده بنكرر نفس الموضوع. انا بس هروح لنقطه مهمه جدا يا كابتن اسامه. لما النهارده اللجنه التنفيذيه بالاتحاد الاوروبي النهارده لكره القدم بتعلن نهائي دوري ابطال اوروبا 2023 اللي هو الموسم المقبل يا كابتن اسامه في ملعب اتاتورك الاولمبي في العاصمه التركيه، وبتعلن ايضا نهائي الدوري الاوروبي في ملعب بوشكاش ارينا في بودابست. النهارده المسابقه ما بداتش لسه، وبيتم اعلان الملعبين قبل البطوله ما تلعب. لما تيجي حضرتك النهارده بتعلن ملعب البطوله والبطوله شغاله قبل البطوله ما تنتهي باسبوع، اعتقد هناك خلل واضح جدا في نظام المسابقات واللوائح بالاتحاد الافريقي، ولابد ان الامور ديت يعني يعاد النظر فيها، وان يتم تحديد الملعب قبل البطوله. طب هل تم تعيين الحكام في المباراه النهائيه يا كابتن ناصر لحد دلوقتي؟ اول ما تم الاعلان على المباراه النهائيه على طول الناس قالت بكاري جسامه. بص يا كابتن اسامه، ما زال حتى الان لم يتم اعلان طاقم التحكيم لهذه المباراه، بس انا هروح لنقطه مهمه جدا. تعال ناخد كده اللي هم الثمانيه اللي هم مترشحين لكاس العالم يا كابتن اسامه. مين هم؟ هيبقى في واحد منهم. احنا بنتكلم في مصطفى غربال الجزائر، المغرب زي ما حضرتك قلت رضوان جيد، تمام، جنوب افريقيا فيكتور جوميز، الزامبي سيكازوي، ودي مفاجاه بقى ثانيه عايز اتكلم فيها كمان يا كابتن، ودي مشكله. لما النهارده جاني سيكازوي الزامبي اللي هو كان عنده مشكله وتم ايقافه 6 شهور، وبعدين رجعوه في بطوله افريقيا ولعب مباراه تونس قبل الوقت الاصلي، تونس ومالي حوالي 10 دقائق، تونس ومالي في الدقيقه 85، وعنده اخطاء فادحه النهارده، وتيجي النهارده تديله مكافاه ان هو يدير نهائي الكونفدراليه ما بين نهضه بركان واورلاندو بايرتس. دي حاجه تدل على ان مفيش معايير في اختيار الحكام. وهنا الخوف يا كابتن اسامه، يعني هنا الخوف لما بتدي حكم موقوف وعنده مشاكل بتدي له نهائي الكونفدراليه بتكافئه على ان هو اخطا. طب ما احنا كان عندنا اكتر من حكم مدير الكونفدراليه يا كابتن اسامه، وعاوز على سبيل المثال امين عمر في مصر، يعني امين عمر حكم الدولي، انت مختار 3 حكام من الفار ومختار الحكم من سيكازوي، كان ممكن انك انت تحط طاقم تحكيم في هذه المباراه مصر، ولكن الامور تدار عشوائيه على حسب المزاج والكيف يا كابتن اسامه، ودي مهزله. طيب بالنسبه لفيكتور جوميز، هل دلوقتي في لائحه الاتحاد الافريقي يمنع ان حكم ادار المباراه في الدور قبل النهائي انه ممكن يدير مباراه النهائيه، خاصه واحنا بنتكلم دلوقتي على واحد من فيكتور جوميز من افضل حكام القاره، مرشح لبطوله كاس العالم، يعني اخطاء نعتبر مثلا مش موجوده في كل ادارات والمباريات؟ اولا كابتن اسامه، ما فيش في اللوائح ولا النظم بتقول ان الحكم اللي ادار قبل النهائي او دور الثمانيه لا يدير النهائي، الكلام ده مش موجود اصلا ومش موجود في لائحه المسابقات. وزي ما قلت يعني انت النهارده يعني كفايه ظلم للاهلي، خلاص النادي الاهلي بيلعب في ملعب المنافس، بيلعب في جمهور المنافس، بيلعب ضد اجواء هو مش بتاعته. من العداله ومن الفير بلاي زي ما الاتحاد بيقول الاتحاد الدولي، ايه المانع ان حضرتك ما انت اخترقت كل الضوابط واللوائح وحطيت الملعب اللي هو المفروض النادي الاهلي ما يلعبش عليه؟ ايه المانع انك انت تحط فيكتور جوميز او تحط مصطفى غربال يا كابتن اسامه؟ يعني عندنا حكم جزائري مصطفى غربال، حكم من الحكام المتميزين ايضا في القاره الافريقيه، وعندنا فيكتور جوميز هو من افضل الحكام معاهم رضوان جيد، ايه المانع انك انت تحط فيكتور جوميز او مصطفى غربال لهذه المباراه؟ ولكن النهارده باقي من الثمانيه، باقي مين يا كابتن اسامه؟ باقي بكاري جسامه، والكونغولي جان جاك نادالا، والسنغالي ماجيت ناداي، اعتقد والبروندي باسك، هم اكيد هيحطوا حد من الاربعه دول.
ولكن في حاله ما تحط حد من افريقيا اتمنى ان حضرتك تجيب لنا طاقم تحكيم من خارج القاره لتقنيه زي ما احنا شفنا في مباراه مصر والسنغال، كان في على الفار طاقم تحكيم من اوروبا. هل ممكن يكون في المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا ولا في ما يمنع من اللائحه برضه؟ ما احنا خلي بالك احنا كله بنتكلم باللوائح دلوقتي. كابتن اسامه، هذا السؤال، بعض البطولات في القارات الاخرى، جميع القارات بتستقدم حكام في بطولات الامم الافريقيه او الاسيويه او اي قاره تنظم بطوله امم افريقيه، يعني بيستقدموا حكام من بره بيجي يلعب مباراه او مباراتين او على يعني حسب ما هم شايفين المباراه الحساسه. فالنهارده حصل الكلام دوت في مباراه مصر والسنغال وجابوا طاقم تحكيم لتقنيه الفيديو من الخارج. ايضا احنا بنقول يعني هنا ما فيش ما يمنع انك انت قررت هذا الكلام في مباراه مصر والسنغال. يعني اتمنى انك انت لو هتحط حكم من افريقيا يجب ان يكون حكام الفار من افضل دوله وحكام النخبه في تقنيه الفيديو، عندنا في انجلترا، عندنا في اسبانيا، عندنا في فرنسا. هديك مثال النهارده كابتن اسامه وهخرج بس من الموضوع. النهارده نهائي كاس الملك في السعوديه، مين بيدير هذا اللقاء؟ مين بيدير هذا اللقاء المهم اللي هو نهائي الكاس اللي هو هيتلعب يوم الخميس 19/5؟ افضل حكم في اسبانيا ويمكن افضل حكم في اوروبا اللي هو انطونيو ماتيوس لاهوز بيحكم نهائي كاس الملك هناك في السعوديه. يعني بنتكلم بشيء يذكر، فما فيش ما عندي انك انت تجيب حكم او حكام تقنيه الفيديو على مستوى عادل على اساس ان هم يحققوا العداله التحكيميه الى حد ما، على الرغم ان ايضا برضك هيبقى في مشكله من الحكم لان في قرارات كثيره جدا الفار يتدخل فيها، وهنا هيبقى الحكم برضك مضغوط يا كابتن ويبقى في ظلم. اي حد هيحكم غير فيكتور جوميز ومصطفى غربال اعتقد هيبقى في مشاكل. طب هل دلوقتي الاتحاد الدولي بعد تسليط الضوء والازمه والاقاويل الكثيره النهارده ممكن الاتحاد الدولي يعين لجنه من الاتحاد الدولي من لجنه الحكام لمراقبه طاقم التحكيم في المباراه النهائيه؟ كابتن اسامه، على فكره الثمان حكام اللي موجودين في البطولات الافريقيه واللي بيتم اسناد ليهم مباريات في سواء كان في دوري الابطال او في الكونفدراليه او في بطوله الامم الافريقيه كلهم بيتراقبوا وما زالوا يتراقبوا من لجنه الحكام في الاتحاد الدولي لحين يعني تقييمهم بشكل يعني رسمي، لان مش كل الحكام دي هتروح كاس العالم. هم تم اختيارهم مبدئيا، ولكن هؤلاء الحكام بيتم مراقبتهم من قبل الاتحاد الدولي، وخلي بالك مش هيبقى ابدا يعني هيبقى موجود رئيس الاتحاد الدولي، اكيد هيبقى موجود في المباراه النهائيه، اكيد هتبقى لجنه الحكام هتبقى مدعويه في هذا النهائي. اعتقد ان الامور هتبقى واضحه جدا من الكل. زي ما قلت لحضرتك انا ما عنديش مشكله في ان حكم افريقي يدير اللقاء، ولكن المشكله هنا كابتن ايه؟ ان النهارده انت بتلعب تحت ضغوط في ملعب المنافس، اجواء وحاجات غير طبيعيه. اتمنى اختيار حكم يكون ليه شخصيه، حكم يوفر الحمايه. احنا بنتمنى كمان يا كابتن ناصر حكم نزيه يدير المباراه النهائيه. كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي بنشكرك شكرا جزيلا.